الأهلي يستعد للرد على كروه الكاري بعد إعلان إقامة نهائي أفريقيا في المغرب. يستعد النادي الأهلي لرد بشكل رسمي على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كافة التي تم الإعلان عنه ظهر اليوم الثلاثاء بشأن ملاعب نهائية دوري أبطال أفريقيا. وانتظر الأهلي الإعلان بشكل رسمي عن ملاعب مباراة حتى يكون هناك رد رسمي. وقال مصدر في القلعة الحمراء أن الساعات المقبلة ستشاهد تصاعديا من جانب الأهلي للحفاظ على حقوقه بشأن هذه الأزمة، موضحا أن من ضمن هذا القرار التصاعدي للمحكمة الرياضية الدولية وغيرها من القرارات التي تحافظ حقوق النادي. وحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كفاية الجدل بشأن الملاعب النهائية بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما أعلن منذ قليل أقامة المباراة على ملاعب محمد الخماسي بالدار البيضاء. ويلعب الأهلي مع الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري في نهايته البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها آخر نصفتين وعشر مرات في تاريخه. وشهدت الأيام الماضية أنباء متردة حول ملعب المباراة حيث تردد إنها من الممكن إقامة اللقاء على ملاعب الأمير مولى عبد الله، فيما كان قد ظهرت أنباء حول إمكانيات إقامة المباراة خارج المغرب بعدما رفض الأهلي إقامته هناك لأن هذا يعد إخلاء مبدأ تكافل الفرصة قبل أن يعلن الكاف. ظهور اليوم الثلاثاء أقام اللقاء ملعب محمد الخماسي بالمغرب. الأهلي تأهل للنهاية دوري أبطال أفريقيا بالتعادل 2-2 مع وفق سطيف الجزائر في أياب نصف نهاية دوري أبطال أفريقيا خلال المباراة التي جمعتها بإستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية مساء السبت الماضي بعد الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت قبل الماضي بالرباعية نظيفا، فيما تأهل الوداد لنهاية البطولة القارية بعدما فوز. وبذلك يكون موعد مباراة الأهلي والوداد هو 9 من مساء يوم 30 مايو الجاري بتوقيت القاهرة بإستاد محمد الخماسي بالدار البيضاء. وشكرا لمشاهدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.